بابا اخويا توا مزلت كي جيت، دار نسيبي يا باهين، وانتي فين والحب فين؟ قايدة في الخرام تقول عليهم ماكلين الاكوالين، شادة بين بعضهم ويسألوا في بعضهم، تي انت منين جيت؟ تي انت وقتيه جيت للغرام؟ تي انت شكسبتك باش؟ وسمعنا بعضنا الكلام في جرة هيشة، نفس الهيشة اللي تلم الرجال وقربت رجال ولمت عبيد حضب حضب. مثل قديم في الربطش يقولك الصار اش فما زوزك باش لموا عملوا لما لموا العباد من 24 ولاية وقربت الرجال، وفلان عرف فلان وفلان الضيف عند فلان وفلان جاي من بحذا فلان، ونعيش وحامدية ربي صارت خبيلة في الغرام. كل انسان غار على كبشه خرج وتكلم، فما شكون اللي يحب يتفرج خرج وتكلم، اما لي البطال خرجت وتكلمت، والكارونتايان راهو مازال موجود، وعلى قريب باش نمشوا نعمل انترفيو صوت وصوره مع طاهر تحيه ليه. ايجا اخويا نحكيو بصراحه وبكل شفافيه، على فكره لك باش اللي باش نسميها الكل ما نعرفش مالح، ولا عمري قعدت في قاعده نتاع غرام، صح ستار خبش ليه، اما ايجا نحكيو بشفافيه. اعطيني اكثر كبش يستحق قابل كارونتايان. كارونتايان كبش عامل 8 فيكتوارات، الكارونتايان كبش عمل كارير مزيانة برشا فيها ما يقارب 574 دماغ. كارونتايان خذي البطولة فيس بارباروس، كونفيرما بالبطولة فيس المجرب، زاد نفس على البطولة متاعه فيس الفرجاني، كبش بلاندي بطل تونس في الفرناني الظريف الحر، خاطر تفرق الكبشة هذية. فما برشا كباش في تونس تتمنى انها تتسيب معاه وتتمنى انها تلعب على البطولة، ومن حق من حق كل مغروم ربط كبش جوبيان دي كبش فوق 24 فرناني حر ذريف يقابل الكارونتايان. اي جي انا نسميلك اكثر خمسة كباش يستحقوا يقابلوا الكارونتايان. بنيت لك باش هذا ما على تراح على الكارير المزيانة على المسيرة على شكون نحاو، ونبداو بالحق انا باش نعطيك اقرب خمسة كباش للكارونتايان واكثر خمسة كباش يستحقوا يقابلوا الكارونتايان. مانيش باش نسمي بالترتيب، اما باش نسمي باول كبش يجي على بالي. انا من اكثر الكباش اللي تستاهل تنافس الكارونتايان على البطولة نقول لك بويرس. بويرس رجال كبارية كبش عامل 8 طراح، بويرس رجال كبارية كبش عمل كارير محترمة يا جرمة جدا، مازالك ينحى العايق اون بلوس زاد نحى لاكوست، كبش عمل كارير طويلة. بويرس في راسه ما يقارب 600 دماغ، هالكبش عامل 8 فيكتوارات منحي اسامي كيما ذيما عامل 600 دماغ ما يستحقش يقابل الكارونتايان. بويرس من الخمسة الكباش اللي يستحقوا يقابل الكارونتايان. باش نكونوا متفاهمين، انا باش نسمي خمسة كباش لازم يكونوا عاملين 8 تراح بما فوق، معناها كان انا ما سميتش كبش عامل 7 مش خايب ولا ما يستحقش يقابل الكارونتايان. فما كباش عاملة 7 تدوخ، فما كباش عاملة 7 تراح تدوخ، فما كباش في تونس عاملة 5 فيكتوار تدوخ، فما كباش عاملة 4 و6 يدوخوا، لكن حاولوا نقربوا ونسهلوها على الناس. باش نسميلك 5 كباش عاملين قد الكارونتايان فما أكثر. بويرس الكبش الأولاني، كيف كيما نحبوا نحكيو لهنا والعاصمة والربط كي يتكلم والمخرمة الزمنيين، نقول لك الريتسي. الريتسي من أكثر خمسة كباش في تونس يستحق يقابل كارونتايان. الريتسي أول حاجة فرناني حر ذوق 24، الريتسي كبش عامل 9 تراح، الريتسي كبش آخر فيكتوار ريح رابح بها بما يقارب 100 دماغ، اخر فيكتوار ليه نحى قحطار نحى الجلطام، وين ماشي مثم احترام في الغرام ولا ليه؟
الريتسي بالنسبة لي كبش عامل 9 تراح منحن وامر، اخر 3 طلاح للريتسي ابدع فيهم، اون بليس كبش عامل في راسه اكثر من 500 دماغ، هذوم الكل مؤهلات تخلي الريتسي من قريب برشا للكارونتايان. بالنسبة لي كبش يستحق انه ينافس على البطولة فيس الكارونتايان، نقول لك فالنتينو. فالنتينو بالارقام هو رقم 1 في تونس، فالنتينو بالارقام كبش عامل 10 تراح، فالنتينو كبش يستحق يقابل الكارونتايان بحكم انه عامل 10 تراح، منحي كبش بريمة البرايم، كوميت الحاج فيصل، دونجا هشام ساغون، اون بليس فالنتينو على ذمة هشام ساغون توا. فالنتينو حيتضامز دشخت بيه وعملت بيه كارير طويلة، فما كومبا فالنتينو أبدع فيها طويلة على الأخر فيها قرابة 5 ضرب، معناها دمار شامل. فالنتينو بالأرقام وباللي تحبوا عليه الكل يستحق يقابل الكارونتايا. أنا سميت 3 من 5، زعما شكون زوز كباش اللي بالرسمي اقرب للبطولة على الاخر ويستحقوا انهم ينافسوا الكارونتايان. نقول لك الجابوني ما ننكروش، كي نحكوا بطولة تونس تلم 24 ولاية، الجابوني وجدي فيدال جندوبة كبش عامل 10 فيكتوارات، كبش فرناني حر ذوق 24، الذريف على الاخر معناها كبش عامل 10 أطراح، كبش عامل في راسه برسك 600 ولا 600 وشوية. نحك باش نوامر على الاخر كبش حافظ البطحة حفيظة، نتصوروا انه لو هو يقابل كارونتايان تصير دمار شامل. الكبش الخامس بالنسبة لنا في القائمة هذه قلنا البورا، قلنا بويرس، قلنا ريتسي، قلنا فالنتينو، قلنا جابوني، اون بليس ما ننسوش جرام البطحة سيدهم العارفين هو مين؟ برينجا. برينجا حسين اسكندجي معاذ ناجي الساحل مخزن الصوف، كبش من حقه انه ينافس على بطولة تونس، ومن اقرب الخمسة الكباش لانين توب 5 باش ينافسوا الكارونتايان. كان نحكوا على برينجا نقول لك نحى ادريانو بطل بنزرت، نحى البرجي بطل سوسة، نحى شيخة بطل ريانا، وين ماشي ميسالش وين ماشي، هذوم أكثر 5 كباش يستحقوا يقابلوا إنهم الكارونتايان. الكباش هذا ما عاملين 8 تراح بما فوق، عاملين في ريوسهم ما يقارب 500 دماغ أقل كبش فيهم، وأكثر كبش وصل 600 واش، كباش منحي نوامر في الغرام، كباش منحي أبطال بالحق. بين الخمسة الكباش هذاما راو الخمسة يستحقوا يقابلوا الكارونتايان بدون أدنى استثناء. للتوضيح فقط، راني أنا سميت الكباش وبنيت لا علم ما لهم له مشكول لا شيء، أنا عندي نظرة، أنا عندي عين نتفرج فيها وعين نفرز بها، اللي قلت وراه مجرد راي، ما فرضت راي على حتى حد. الناس طلبت رايي في الغرام، قلت لهم أكثر 5 كباش يستحقوا يقابلوا الكارونتايان، الخمسة ذيما، الخمسة الكباش اللي اخترتهم بنيت انهم هما فرناني حر ذوق 24، بنيت اللي هما عاملين اكثر من 8 فيكتوارات بما فوق، بنيت اللي هما كباش عاملين برشا دماغات في ريوسهم. للاسف من غير غش كان لقيتني حلسيت كبش من الكباش، راو اكيد ماهوش عامل 8 فيكتوارات، ولا اكيد صحته ما تقبلش الكارونتايان، ولا اكيد اطراح الكل نقصين ما فيهمش برشا دماغات. هذاك علاش ما سميتش نحكي فرناني حر ذوق 24، كان انا نسيت كبش من الخمسه ذيما، اتاكد 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 اللي هو عامل اقل من 8 تراح، واللي هو ما قنعش بارتياتو، والاكثر من هذا اللي هو الموديل نتاعو ما يقبلش الكارونتايان. سمينا كبش من الخمسه، تتصوروا يعمل كومبا مثالية مع الكارونتايان. 5 كباس سمينا هوملك، برينجا، بويرس، جابوني، فالنتينو، الريتسي، اعطيني اسم من الاسامي الخمسة ذيما تتصوروا مع الكارونتايان يعمل حاجة واو ونار وتشيخ الغرام. ركزنا انه الكبش يكون راتسو موديل عامل اطراح يفرج يقنع اون بليس ماهوش وافي، نتصور الخمسة الكباش هذيما تكتمل فيهم كل الصفات باش واحد منهم يقابل كارونتايان ولا يصفيه بعضهم حاجة تخصه. انا اعطيت رايي ما عادش نجم نزيد اكثر منك ولا